تشرفنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان رشا معيطة، رئيس جمعية الرحمة لرفق بالحيوان. صباح الخير ورمضان كريم. صباح الخير أستاذة صباح رشا. الخير ورمضان كريم. يعني ست رشا، بالبداية كيف اجت فكرة الجمعية وأمتين ابتديتوا فيها؟ هلا احنا من الأساس مجموعة من النشطاء بعملية رعاية الحيوان والرفق بالحيوان، وتواصلنا مع بعض من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وتجمعنا مع بعض وقررنا نأسس الجمعية. كان عددنا 8 أعضاء وهلأ صار عددنا 42 عضو. طيب يعني أنتم هلأ عددكم 8 أعضاء و42 عضو، قديه كان في إقبال على هاي الجمعية، وقديه مهم وجود هاي الجمعية، وشو هي أهدافها فعليا؟ هلأ أهمية الجمعية، لأنه يمكن ما فيش، يعني إحنا كلنا عم ننجز أشياء فردية بدون ما نكون مجتمعين بمكان واحد ضمن خطة، ضمن أسس ونظام. هلأ طبعا إحنا لساتنا مبلشين جديد، يعني من شهر واحد، ومع الوقت بيزيد العدد الأعضاء. وطبعا جدا مهم وجود عدد كبير من الأعضاء، لأنه كل ما بيزيد عدد الأعضاء بنكون إحنا كجمعية مؤثرين وأكثر وأقوى وإنجازاتنا أكثر. طيب ست رشا، نحن هلا عم نشوف فيديو عبر الشاشة، كان عم بفرجينا بعض الكلاب يمكن المشردين ولا عندهم حالات خاصة عم بتقوموا بتهتموا فيهم. انتم كجمعية الرحمة، اي نوع حيوانات بتهتموا فيهم وقديه بتقدموا لهم يمكن الطبابة والامور يلي بترجعهم لحالتهم الصحية الجيدة؟ هلأ هذا الفيديو لجاك. جاك كان ورا شغلي، ولقينا انه كتير خايف ولحاله وعينه مضروبة. فبنيجي زي هيك حالات، مثلا مأذي، مضروب، مدعوس، مريض، سواء كلب او قط او اي نوع حيوان، بنيجي كمجموعة بناخدهم بنقدم لهم العناية الطبية منا احنا بتمويل منا كأعضاء وكأشخاص، وبنحاول نلاقي لهم بيت. هلا جاك تبناه شاب اسمه محمود، ومبسوط كتير وكبر وصار اشي كتير حلو. وفي منهم لا لساتهم عنا بنستنى انه نلاقي لهم متبنين. حلو كتير يعني. طيب حابين نتكلم عن حملاتكم في المدارس والشركات والتجمعات السكانية، يعني هل في تعاون من المواطنين بما يخص الرفق بالحيوان؟ هو الكلتشر، يعني الثقافة تبعت مجتمعاتنا شوي بنواجه، كيف بدي أقول لك، من بعض الأشخاص إنه بيحكوا ليش ما تساعدوا الإنسان بدل الحيوان. بنحكي لهم إنه يعني هذا ما بيأثر على هذا، في ناس مختصين بمساعدة الإنسان، في ناس مختصين بمساعدة الحيوان. بس مجرد ما نحكي مع الناس بتحسيهم إنه غيروا رأيهم، بتحسي إنه صاروا بدهم يدخلوا معنا. فنشر الوعي إشي كتير 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 مهم. الإنسان بطبيعته بفطرته عاطفي وبتأثر بهاي الأمور. ف يعني كل ما بزيد الوصول لأكثر عدد من الناس راح تصير ثقافة الاهتمام بالحيوان إن شاء الله بتزيد، بس هي مسألة وقت. ويعني تعقيبا على كلامك اللي قلتي انه في اشخاص يمكن بيسخروا من موضوع انه في جمعيات بتهتم بالحيوان، بس بدنا نرجع نقول انه يعني هيدي طبيعه الحياه. اليوم الحيوان موجود كمان مش بس يعني كشكل، اليوم ربنا خلق الحيوان كمان لانه عنده هدف، ويعني في حيوانات نحن بنعرف يمكن انه بنستفيد منها صحيا، في حيوانات بتساعد الانسان والى ما هنالك. اليوم اكيد يعني حضرتكم كجمعيه، وقبل شوي قلتي لنا انه ما صار لكم زمان، يعني في اكيد صعوبات عم بتواجه جمعيتكم، فيا ريت بتخبرينا شوي عن الصعوبات، وبنفس الوقت مين الجهات يلي بتدعمكم؟ هلا زي ما تفضلت، احنا كجمعيه بيئيه، الحيوان جدا مهم بموضوع التوازن البيئي. هم بيكملوا بعض ضمن دائرة،
القضاء على أي منهم بيخلي مثلا القوارض أو الأفاعي أو الحشرات تتكاثر. وهذا الحكي يعني كيف بدي أقول، لساتنا إحنا في بداياتنا، فعم نعم نتواصل أكيد. مع كل الجهات المعنية، عم بنلاقي دعم من بعض الجهات، وبعض الجهات يعني بيوعدونا مثلا انه يرجعوا يحكوا معنا وما بيرجعوش. عم بنحاول كمان نشوف منظمات خارجية، وهي واحدة من الصعوبات يعني اللي احنا بنواجهها، وزي ما حكيت انه مع الوقت يعني تنحل. عم بنواجه حتى صعوبات مثلا انه دخول الاعضاء، يعني عدد الناس اللي مهتمين بالحيوانات كتار، وفي منهم كتير ناشطين وحابين انهم يكونوا معنا ولهلا ما دخلوا معنا، واحنا بنحكي يمكن مع الوقت، بس احنا نحقق انجاز ويشوفوا انجازاتنا. هاد الجهات المعنية اكيد رح تدعمنا، والاشخاص برضو رح يدعمونا ان شاء الله. طيب أستاذة رشا، يعني شو هي تطلعاتكم المستقبلية؟ يعني أنتم كجمعية لسه بداية، بادين لسه عن قريب، حابين نعرف شو تطلعاتكم المستقبلية وشو أهدافكم المستقبلية على المدى البعيد؟ هلأ أهم أهداف بالنسبة لنا اللي هي نشر الوعي بين الناس، منع الإساءة للحيوانات، وهذا اللي كله اللي عم نشتغل عليه، وإن شاء الله رح نوصل لنتيجة فيه، وإنه نعالج أكبر عدد من الحيوانات. وكمان من أهم الأهداف عندنا واللي هي على رأس يعني الاهتمامات تبعتنا، اللي هي تعريف الناس بالكلب الكنعاني يلي عم بيحكوا عنه الكلب البلدي. نعم، هذا الكلب عبارة عن ثروة حيوانية كتير مهمة، من أحسن وأعرق أنواع السلالات الكلاب، نعم، مقدر كتير خارج بلادنا، بس للأسف ببلادنا يعني للأسف مضطر أحكي كلمة مهان. بدنا كمان يعني نفهم الناس إنه بدل ما يضلهم يشتروا الكلاب ويشتروا القطط، يعرفوا انه انقاذ روح، أكيد يعني طبعا. يعرفوا يعني اهمية يعني قديش. ثقافة التوعية يا أستاذة رشا، هي أكيد في عوامل بتساعد على توصيل المعلومة. طيب قد إيه لعبت السوشيال ميديا في توصيل هاي الثقافة لجميع الناس في الأردن خاصة؟ كتير لعبت دور كبير، يعني خلال ال5 سنين الماضيين كتير انتشرت الجروبات المعنية بالحيوانات، وعم بنشوف بشكل ملحوظ تغير الناس من هاي الناحية. نعم، يعني ست رشا اكيد نحن بدنا نتشكرك وبدنا نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله يا رب يعني ثقافه يعني او التوعيه تزيد عند الناس لما بقى حدا يمكن يعذب حيوان. كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من عمان رشا معيطه، رئيس جمعيه الرحمه لرفق بالحيوان. شكرا لك. شكرا كثير لك.